يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان عادتي الصلاة في الليل بإحدى عشرة ركعة ثم استيقظت قبل الأذان قبل أذان الفجر بقليل فركعت ركعة واحدة، فهل أصلي في النهار عشر ركعات؟ لا، ما دمت أوترت أقل الوتر ركعة واحدة، ما دمت أوترت يكفي هذا. لكن إذا رأيت تصلي صلاة الضحى شيء طيب، صلي على أن صلاة الضحى. نعم.